بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا أبا نعمان على ما أورد، والله إنها لدرر. وأقول له لقد أتعبت من تكلم بعدك، ولكنني سأتكلم كما تكلم شيخي وأستاذي. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لن نرجع بإذنه تعالى إلا منصورين، أو إلى الله سبحانه وتعالى راحلين. سترون من بأسنا ما رأى آباؤكم من آبائنا، سترون من بأسنا كما كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في المعارك في بلاد الروم والفرس. سنقضي على أمجادكم كما قضى أسلافنا على أمجادكم. سنحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دام فينا عرق ينبض، وإن كان أحدنا قام إلى فعل لم يشتهيه ولم يدرك عواقبه إلا في ساعة غضب، فنحن جميعا نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أي خطأ أو من أي استهتار أو نقيصة في حق علمائنا. ولكنه جزاه الله خيرا كان وقافا عند حدود الله، وما أن سكت عنه الغضب أصبح يضرب كفيه ببعضهما البعض ويقول: ويحي ماذا فعلت. نعم، ويح من يفعل هذا، ويح من يفعل هذا. فوالله الذي لا إله إلا هو، من أخطأ بحق عالم كمن أخطأ بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعنا لا يقبل أن يخطئ بحق النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على حبه وطاعته وعلى الغيرة لدينه وعلى حب الجهاد وعلى حب لا إله إلا الله محمد رسول الله.